على جستي بدك تتجوز بنت نهال ورؤوف؟ انت بتعرف امي انا تاخرت، بعدين تشرحي لي. ايه استنى، قومي خليه يوصلك على الجامعه. شو يعني عم تقلعيني؟ لا ايو، هذا بيت ابوكي تقبريني. ايه معناتها انا اليوم ماني رايحه ابدا. ايه معناها احسن، اذا بدك شي حاكيني. باي، مع السلامه. ليش انا حاسستك انك عم تتهربي من دوام الجامعه وتيجي لعندي؟